تخيل ماي الواحه لتر ونص و500 ملي، شده درهمين و95 ولكس خمس شدات، زيت دوار الشمس 6 دراهم و95 فلس، عندي زيت ممتاز لتر ونص ب5.95 رامز، تخيل الربطه على 7.95 فلس بس. تخيل 5 كيلو سكر والسعر 12.95 فلس. حليب طويل اجل يونيكاي 4 لتر 10.95 فلس. 200 حبه شاي الكوزي على 9.95 فلس. وعندنا لحم العجل الباكستاني على 19.99 فلس. البلاليط والمكرونه والسباجيتي كل 3 حبات على 6.95 فلس. تخيل المكسرات المشكله الكيلو 19.95. كومفورت 4 لتر 19.95 فلس. فاضات البوكس الكبير على 27.95 فلس. غسيل الصحون على درهم و95 فلس. صابون فيري 4.95 فلس. تخيل هذا الطقم 7 قطع 55 درهم، 5 قطع 43 درهم. ضغط الجرانيت من اكبر حجم الى اصغر حجم، شوف الخصومات من 146 95 60 76 على حسب الحجم. ابي تخيل الحجم الكبير 13 10 9 ب 8 دراهم ونص بس. تبغي تسافر وتدور على شنط سفر، اي نوع شنطه تبغيها موجوده. اذا جيت على رامز لازم تطلع الطابق الاول قسم الملابس، احلى الفساتين عندهم لجميع الاعمار للاولاد وللبنات.